عاجز عن لجم هذه الميليشيات اليمن وتكون عام من الانتهاكات. كان هذا العنوان الذي خيم على أجواء ندوة أقيمت على هامش أعمال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف، لكنه أيضا عنوان واسع لعام أسود مر في تاريخ اليمنيين وعلى بلادهم التي خيمت عليها انتهاكات الميليشيا لأكثر من عام. أقل ما يمكن قوله عنها إنها جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. الخبر الأبرز في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن هو الإعلان عن أكثر من 66 ألف حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح في 17 محافظة يمنية خلال الفترة الممتدة بين الأول من ديسمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر الماضي. لكن هذا لا يكفي، فطبيعة تلك الانتهاكات تندرج في إطار الجرائم الجسيمة، خصوصا الانتهاكات التي طالت الحرية الصحفية والبالغ عددها 319 حالة، جنبا إلى جنب مع اتخاذ الميليشيا للمعتقلين دروعا بشرية أو تعذيبهم حتى الموت. جدا، لأن البعض لا يعرف اليوم حال ذويهم في السجون، هل هم أحياء هل هم أموات؟ بالإضافة لما تعانيه مدينة تعز من حصار مطبق منذ 9 أشهر ويزيد، وزراعة الألغام التي تبقى موتاً مؤجلاً يترصد خطى اليمنيين، أمر لا يمكن أن يدرج في خانة الأرقام ولا يمكن احتسابه كجرائم عابرة. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عرضت كافة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي صالح لمدة عام كامل من 1 ديسمبر 2014 إلى 31 ديسمبر 2015، وفندت كل أنواع الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبت لحق الشعب اليمني في عموم الجمهورية بشكل عام. أوراق ثلاث حملت أوجاع وهموم اليمنيين بمعركة حقوقية ميدانها جنيف هذه المرة أيضا، تمضي بعد فشل جولات سياسية أثبتت عدم جدوى الحوار مع ميليشيا لا تؤمن إلا بحوار البندقية. يمتلك اليمنيون قضية يناضلون لأجلها، بدءا من رصد جرائم الميليشيا وصولا لإطلاع المجتمع الدولي بمأساة اليمنيين وما خلفه انقلاب الميليشيا في حياتهم، وما يراهنون عليه هو قدرة المنظمات المدنية في كشف جرائم الميليشيا أمام المجتمع الدولي وإيصال رسالتهم إلى العالم.